نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا. ذكرت لكم قبل قليل أن هذه العبارة تفيد ماذا؟ على أن الفعل من الكبائر، الفعل من الكبائر. فإذا وقفت على حديث يقول ليس منا أو ليس مني أو أنا بريء، فهذا من الكبائر، هذا من الكبائر. ليس منا من تطير. التطير هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم، مأخوذ من الطير أو زجر الطير. وكانت العرب قديما إذا أرادت السفر يطيرون طائرا، فإذا ذهب إلى جهة اليمين قالوا خير ويمضون، وإذا ذهب إلى جهة اليسار أو الشمال قالوا شر فلا يسافرون. فالذي على اليمين يسمى السوانح، وعلى اليسار يسمى البوالح. فإذا طار الطير إلى جهة اليمين قالوا هذه سفرة سليمة وطيب، إذا جهة اليسار قالوا لا. وأيضا في بقية الحيوانات مثل الأرنب، فإذا نجفت الأرنب وذهبت إلى جهة اليمين قالوا خير، وإذا جهة اليسار قالوا شر. والتطير هذا يتنوع ويتشكل بحسب الأزمنة والأمكنة، بحسب أحوال الناس وعادات الناس. فمن الناس من يتطير يتشاءم بالطيور مثل الغراب. كانت العرب تقول إذا وقع الغراب على بيت هذا نعى صاحبه، سيموت صاحب البيت. فأبطل الإسلام هذه العقيدة الفاسدة. منهم من يتشاءم بطائر البومة، الطائر المعروف هذا يتشاءمون فيه. وهذه الطيور لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور، فأبطلها الإسلام. من الناس، من أجناس الناس، من يتشاءم بالأمكنة، بالأماكن، يتشاءمون بالأماكن. منهم من يتشاءم بالأشخاص، وذكروا في كتب العلم مثلا التشاؤم بالشخص الأعور. يقولون بعض الجهلة إذا ذهب إلى دكانه فقابل أول ما قابل شخصا عينه كريمة قال لا، اليوم هذا يوم شؤم والعياذ بالله. منهم من يتشاءم بالأسماء، إذا سمع اسما أو سمع صوتا، مثل ما حصل لأحد التابعين أظنه مجاهد ابن جبر أو عكرمة نسيت، لما كان في سفر فكان معهم رجل لما نعق الغراب قال خير خير، قال أي خير في هذا؟ لا تصحبنا، قل لا تصحبنا، أي خير في هذا؟ لذلك تجد بعض الناس الآن من المسلمين إذا شاف الغراب ضاق صدره. ليش؟ لأن عنده عقيدة فاسدة، أو سمع نعيق الغراب مثلا، نعق الغراب فقال هذا شر. فلذلك تجده يتشاءم. والتشاؤم أشكال وأنواع، بل عجبت من يعني نوع من أنواع التشاؤم وذكر لي بعض الفضلاء، يقول التشاؤم بالعطاس. العطاس ممن؟ من الله. والتثاؤب من الشيطان. يقول لي أحد الفضلاء يعني ضيفت رجل، وهذا الرجل ثقيل دم وطفيلي وممل، ومكث عندي أيام، فلما أراد السفر فرحت حتى قلت في نفسي ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يقول فلما ذهب يرتب سيارته عطس، فقال خير خير اليوم ما في سفر، ورجع. يقول عطس فتشاءم بالعطاس، قال اليوم ما في سفر، هذا خطر السفر لأني عطس، نسأل الله العافية. والمقصود بأن التشاؤم هذا يتجدد ويتلون على حسب الأماكن، حسب البلاد، حسب كذا وكذا. قال ليس منا من تطير أو تطير له. تطير هو بنفسه، أو تطير له، لكن لا بد من قيد بطلبه، بطلبه تطير له يعني بطلبه.